بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا في كل مكان، مرحبين بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وراجين عنها إن شاء الله تعود فوق حسن ظنكم. مشاهدينا وراجين عنها تعود فوق حسن ظنكم. وحلقتنا اليوم حلقة معدلينها على تلارزة، واستضفنا لكم ضيوف متميزين من أهل ولاية تلارزة. مرحبا بكم. اليوم حطينا بحال ولايه ترازة، ولاهي نتابعوه ونعم شكركم، ورانا شاكرين عليها. تقع ولاية ترازة في الجنوب الغربي لموريتانيا في المنطقة المعروفة تاريخيا بالقبلة، يحدها من الشمال ولاية إنشري، ومن الشمال الشرقي ولاية أدرار، ومن الشرقي ولاية البراكنة، ومن الجنوب نهر السنغال، ومن الغرب المحيط الأطلسي. تقع عاصمة ولاية ترازة مع الحدود السنغالية، وتضم ترازة ست مقاطعات، هي مقاطعة بوتليميت، مقاطعة كرمسين، مقاطعة المدردرة، مقاطعة واد الناقة، مقاطعة ركيز، ومقاطعة روسو عاصمة الولاية. تبلغ مساحتها 67800 كيلومتر، ويتجاوز عدد ساكنتها 365080 نسمة. تزخر مقاطعة ترازة بأراضيها الشاسعة والخصبة من سهل شمامة، وتعتبر ترازة من أهم المناطق الزراعية في موريتانيا. اشتهرت ولاية ترازة بخبرة أهلها في اللغة العربية بجميع فنونها، الشعر، النحو، الصرف، البلاغة، علم المادة. كما اشتهر علماؤها بالفقه والقرآن، خاصة في منطقة بوتليميت. ومن مشاهير مقاطعة ترازة الأب المؤسس للجمهورية الإسلامية الموريتانية المختار الداداه، والعلامة والموسوعة المختار الحامدون، والعلامة الشيخ سيدية الكبير، والعلامة محمد بابا والعبيد، والأديب عبد الله والبليلة، والعلامة الشيخ عبد الله والداداه، والأمير أحمد والديد، والعلامة محمد والأحمد يورا. وينشد والأحمد يورا قائلا: هب العوادل في لومي وترطالي، ولست أسمع ما قد قال عذالي. قالوا: أتصبو بعيد الشيب؟ قلت لهم: بعد المشيب نعم أصبو. أنا مالي. الشيخ الحميدي لبرنامج أهلك وشبهلك. مرحبا بكم مشاهدينا، وشاكرين حتى زميلنا الشيخ الحميدي، وشاكرين زملائنا كاملين من ولاية ترازة. مشاهدينا راهي نعرف الله على ضيوف معانا، وهم الأديب الشاب أحمد ولواه، والفنانة الشابة فاطمة السنقري. مرحبا بكم معانا في الحلقة. أحمد، لا شك أن ترازة ولاية مزدهرة علميا وثقافيا وأدبيا، وفيها ياسر من اختيك تكلم لنا بصفة وجيزة على تاريخها. والله ولاية ترازة ولاية في ولاية موريتانيا كاملة ما فيها معدن ما تنسب الأخرات، وفيها ثقافة ومدينة ثقافة، وفيها مجتمع مقسم مثلا أصلا لثلاث مناحي. فما لغة يفهمها يفهموها الجيدي لغة الجيدي، وفما لغة يفهموها المحصر لغة المحصر، وفما لغة ما اللي تفهمها الدخرة، وفما ذاك الزر اللي حاكم أو كارم اللي عنده زاد هو ميزاته وعلمه وحالته وثقافته. كل مادة مثلا عندها لغة خاصة ما هي قاع لغة إلا عندها شي خاصته ندمهم ولا هي و... ولا كي موريتانيا كامل أنا قاع مثلا ننوي الى مثلا تنوي اشكالكم بس ولا تقولنا بعد ساحلها ملاحظة نار مختار ما يداح يقول طلعة وقلت شواش قبل ما نشيد بيه وتلا انا ما نزيد يا اصلا انا نبغي بعيد قبل بيا اللي بالي قبل واللي بغي الغيد قبل اللي تزهالي قبل والقبله ما تشف يا يكفي حالي عن السؤال وفاك يكفي حالي عن السؤال قلت لهم لا خصاش من الخالق هو خالق الترازة كامل مشاهدين بشارع كار من شوارع كتير في الزينة والبداية. أنا لما تبعتنا وباي ما كليت واحد ما غيرك السما وتراب Thank you.
دور شكر متحاق 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 الشكر مني يستاهل حاق حاق الشكر خاص بسم الله تترز ما عجبنيش لا حد يا هاني بيدينا مره اخرى ايوا زين انا رحنا هذوي عن فيها قدر من الدباب في قدر من المدارس الادبيه في مدرسه المير مدرسه الهدار مدرسه الشهيره مدرسه الغنقاع والله ما ادري فما هلمان فما الميداح فما الانجليزي شنو نقول لك وفهم مدرسة قيدي وفهم مدرسة مشتي عند متلمي تاعك مستقبل بعد في وكانت قاعة بين ثلاث سنين فقامتها أحضر فيها الولايات الغرب من أحمد 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 مقاطع من الغناء هذا المرة كيف كل حد يقول في الفتارة يسوي فتاك بشوار بعد الخط بس قرارة هذا لا ما أعطاه كانت الناس لا مثلا شاركة شي ولد يا سخو داك اللي كان كان حاله منها بعد تقد تقول لنا حتى شي خدمه راد راد درز واللي انا ما عرفت حاجه من بعد عبد الله ابو الوكال ولا ويا جعاد ولا ويا جميع عاد شر حاجه وعاد اللي حاجه كان زاد اللي بلا حاجه كنا انا واحد اللي فلان اش طلب من وياج ونور الحاجه حتى كان جبت ولاج كان عند بلاد موضع هون في الترازين قال له قال بقاس يقول طلع من البتيت قاع ما مقام غير المهم حاولوا اننا يقول لي عاد دار الاحال الدهر اللي نعرفه مازال بلباس وعيد التحجال وبلاد فيه الناس التنقاس مازال ومازال اذا قال اللي يبغي حد بلباس انا بعد ولاني ما قيس اللي نبغي نوعد بقاس والناس مختلفين قيس لك من الناس انا على اللي قلت قبيل اخبار صدح محمد عيد الله Thank you.
زين رقدت حتى زين الخير لقيتها زين رقدت حتى زين الخير لقيتها اديني سري شوف فكرت منها وفكرت منها ليش قف قط قلت لك هون لا هنا حلف يمين حي لا هنا حلف يمين حي وخباري في الفنانة لا هنا حلف يمين حي وخباري في الفنانة وخباري في الفنانة في الفنانة راني لك يا منت نقضي عما كيفك فنانة رحمة الله ما كيفك ما كيفك فنان دائما عندك طرايف من نوس وخصوصا دائما اجتماعي لو تقولنا شوي كيف طرايف الاخلاص والطرايف ذا كيف والله من هم تلعسل عطان في تحكونا الخلاص نزاد وذاك ما رقفش والخرق اليوم قار اقبل اللي يقعد معنا بات هو ولي انا بحال لحقين بعد ثوابي الحرق الخلاص اليوم وذاك قار الخلاص اليوم وذاك ما رقفش الخلاص نزاد وذاك ما رقفش والخرق اليوم قار في وجالي عاد الدفاربي وذا الخلق اللاقي عاد الله في ملام حال واقيش الحال ملاقي وانا عندي ما شارم العين وله باقي في اخلاقي عدت وعدت تارك اخبار ويا خلاقي ما حدني ما بتعد انا في اخلاقي الشاقي في اخلاق وزايد ما نزدت تم انا في اخلاقي نعم ياسر وخار نعرف يا قيرها وشوالي يا قيرها المقام خلقة طلعت تقول جيتك بالصالح من سبل وفترت مني ينقبل وسقريتك وسقريتك جيتك بالصالح من سبل وفترت مني ينقبل وسقريتك وغني ما نمل إذا أنا ما باقي صالح ما زرت لين زرت للوار اللي عنه طالح وقمت رياك مداسرك بيروغ المصالح وفترت مني خاسرك عن ياس وفي صالح الله مشاهدينا نطول عليهم الله وقعد يتحرى الا بينا فاتو واحمد قاطر الله الله اتصال شوي حتى نقرا والله الفاضي يحصل عود جاهز اتصال فاتو تيا الحمد لله فنانه من أسرة فنية عريقة في هذه الولاية تكلمني عن هذا التاريخ التاريخ الفني في الولاية تاريخ الفن بالتلازم عربي وحلقة حنية إن شاء الله في ياسم الفنانين
زين اللي حسستهم. الله خباطة الله وفيهم الياسر الفنانين فيها اللي معروف له بالخبيط ومعروف له بالحس ومعروف له بالتهديد ومعروف له بالذاكرة مثلا فنان عظيم متكامل انواع الفن تماما زين قاع ما في التراث فنانينهم تميزين فنانينهم تميزين الله تميزين تميزين فنانين احمد زين احمد نختارك شوي تكلمنا عن العادات والتقاليد اللي موجوده في ولايه التراز دائما حلقاتنا نختار نتكلم شوي في الموضوع العادات شعرانهم ليش يا ياسر انا قاعد لما نتفاعل معاكم كلمه زين وكذا كيف تسمع عند الناس؟ ايش يقولوه توه لا سمعت الناس يقولون شيء عندهم كان اسبوع سبعه ايام اسبوع مثلا المناسب هذا كان سبعه ايام وكانت مثلا تحكمهم نظم الضيافه كرم ضيافه قالوا قعدت الضيافه والله وفهمت شي قال له اخبار الحاسي مثلا عود مقاسم مع بعض فهمتي اخبار الماء فهم ياسم القضايا الاجتماعيه اللي كانت وهذا انجزها والله في شي مسار وقع مثلا الحاسي عاد بلو صندوق ما تعرف زيق العادات الاخرى اغلبيه المناسبات عاد وفرت ما هات ما تعرف ترى ياسم ترى مثلا ياسم شنو اش هالوجبات موجوده على فطور التراث ما لاحظتش تسمع من طلعه السلم وصار لحد لقد يا اختي ما سيعني قط كانت عندي هون من اصل صاب لحد الهد وفي المستقبل ما شيد والله قاع يطير اللي قلت كان بلاش نحاول بلا ريش به اللي عاد مشود قبله هي اللي مقار الحشيش وربيع الورقه وربيع الورقه قاع الشد اللغنه من خير العكريش ولا عاد الود البلد فيه دور يدور يدور يلبس ويعيش الخنطه لا شد ولا شد يسير لا جاب طرانيش ومعاش القبله ما ينعد انت قلت لي عن معاش معاش القبله ما ينعد الدقه ومار والعيش ولا اخذ زين وعيش العب والمص والمدير والكريش ولا عاد ما بي على زاد ويوم معايا دم تفقريش وتحنكيش عزت العغاد وما ما تهينيش لكن مثلا يقد عد نراق خار بشكل خاص غير ما نرى ما نعرف قلت ايش من الوجبات نعرف قضايي نعرف بربلي نعرف بالغمال نعرف بلاه نعرف هاكو هاكو ما خاص هاكو 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 لا ما هم واحد هاكو لا يعدلوا مار وزرع بالترانزا يعدلوا مار زرع ومار خارج قبل لازم ولي خلط شنو الحب شركات مار وقعدوا يقولوا لي باركو زاد قالها؟ باركو ما نعرف ما تعرف شنو هي؟ هاكو ولا عيش ولا خارج العيش العادي هذا العيش الصالح اللي بقنيته وقع ولو في حد يدعم في عداله. ايش قاع وحده؟ ايه. ثلاثة وحده على على راس القايمة في الوجبة. خالد قصة الشعود عويني ندق كيف بالغمال عبارة عن القمح المقلي ونطحن مثلا شويش. خالد قضايم شركاش مود. أنا قاعد بغرس عليك لا تعرفني. أنا نساش هم اللي يطبخوا بيعتمد عليه. لا الزراعة. والأديب أحمد نبقوك تسمع لي شبنا لغنى يعود ميول عليه قال على فيسبوك على الأطلال عليه مواقع ياسم من لغنى ينقال على ينقال على أخباره يقول إنه منه شيء وقع تعرفي خلق رواية مواقع أخبار الضواب مثلا ما كانت كشة قاع شد أخبار مجتمع جيدي بعد ما زين عندهم مثلا قاع ياسم البحث مثلا عن أخباره انا مشي لقى عنه شو رجال بكاء على الاطلال ما سمعت كان الصف ما سمعت كان بكاء على الاطلال مقام وما هو هذا لين ضرب يازل وين نقول بتي الدون كلكم طلعوا على هندي ان شاء الله حسب عود ما يقولوا لما واضع في تريرز زينين عود تمشي مع انا حكيت لك طلعت النقطه الميدا هذه قبل في المقام زين قال درجه الحين نقول بتي ما لقيت عجينه الحين بتي نحكي شي ذاك الدور
يلا احمد ترى يعذب اتصال يعذب اتصال الو مش حالكم؟ ما شاء الله الحمد لله. الو الو معك تفضل. انتوا مش حالكم؟ ما شاء الله الحمد لله. يا لباس لباس ما شاء الله. الو انتوا مش حالكم يا لباس؟ ما شاء الله الحمد لله. مرحبا بك. يا خير عليكم. بارك الله ما شاء الله. اهلا ما شاء الله البرنامج زين. شكرا. يا ما بكم معك حاسس فيه. ما شاء الله تبارك الله. احمد ايش حالك يا لباس سليم؟ ما شاء الله الحمد لله. واحمد ما يردش سلام مالي. با انا سلمت عليك ايش حالك؟ يا خير عليك معك واحد هون قال له با ولوفا. الله منك الله منك خير الله يلا خير. تعرف يا لباس سليم؟ ما شاء الله الحمد لله. زين ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه زين ولما اللي الزغرز زين ولما اللي اعصابان زين. لا أخيركم تمات الصيدات تهرفرو هراو هراو بالكم أحمد لواه ياك في ياسر من في داخل فهم يقدر يقال شدا ينبشو عنه دارو نحاول دار ما هو قابل شكرا با ما هو قابل شكرا على الاتصال كان غادي قاعد عفاكو عاد تلتو دور كبير اللي قديتو تحصلو ما هو قابل هي تحجج بالمقام اللي يقولون شو ما له مقام نحن ما هو قابل هي تحجج بالمقام اللي نقول شو هذاك ما له مقام وترى مقيدين لهم بالبير هذا ترى ثقيل حكيت انتم شو ما في عندكم حد شو ما في عندكم حد رف هذه بقاف زين عندنا الله شين عندكم والله زين عندنا زين من البرنامج اللي على المشاهدين اللي يبغوا كامل الله يلا زين عندنا لا مش شوفي العود زين هو بارك تون سبركون والله احمد فيك فيك من وين يقول لك حد قاعد ما عجبتك انا زاويه ذاك اللي تعرف فيا في ذاك اللي تعرف فيا اكيد يا رعاك المغني معناها زين لباسك شفناك وذكرنا شفناها ما سمعتك علو علو لو ما سمعوا قلت لك ما كيفك يدي رعاك مغني معناها زين لباسك شفناك وذكرنا شفناها زين حتى قافك زين معناه قافك زين معناه ليك الصا قلناها هو يحس بها والله يحس بها الوقت اللي وقفت له تسلم تيت تسلم تسلم يا معرب قكورتي يا قلع عند رقي لا عندي رقيود ولا باطل صفتي يا اخوتي عندي ركشي مشعود الى باطل صفتي عندي ركشي مشعود الى باطل صفتي عندي ركشي مشعود عندي ركشي مشعود عندي ركشي مشعود Yeah.
تفضل. مولانا اللي صبر جنة من كرياته.
مدمودين اللي صبر اللي صبر جلين كرياتو ليصبر الجنة يا كريات لا نحكي لكم طلع لي الشيخ المكين الو هذا من مسيل من بحر مشروب ومشرع مش بحر وطاح ظل ويجبر في المعاطي مولان يشرح الاخلاق ولا اصدر الاخضر وضي الملان والسعد هذا من لقاب تبغيه الناس وما نعلم سير النجار والنجيم يمان تحياتي لكم جميعا تحياتي لمقدمات البرنامج والاديب والفنان العظيم قول لنا شيء عندك نخدم به حلقه عتوافيه كيف شيء والله لا خرس شيء عود ختمت به على الواقع كنت احنا ما تينا نقدروا نتكلموا لان قلنا حاجه جديده وما انا صار ما عندي مشكله خلاص ياك اللي يتناسب على اللقاء عندك اتصال عارف متصل متصل نسامعينك طمني انتو متصلتونا الو شو ندرت في البيئة والله نعاد صاحبكم ما يحكي في البيئة جي دالوه سوى لا نحكي لكم طلع هون لا 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 يرجع عندي انا نسيت ما ضع ما أظن إني نساهم كنت من الأخلاق وأنا ما كنت قلت اللي حاكم بيدي من عزتهم مطاح ورا وغلو بعد شهيدي فم قدوميت وفم سن عبدام وفم جيدي وما ضع قبل التاكسن واحد من وسط قيدي غير الشرباب إذا نسيت وغام حسي حميدي معناها عني ما تليت محمد للحميدي يا الله لا تدكسني كهل عطسات
وركب يمتى يتقاد منهم نتواطى جاري فيهم وجيع وعاد عاد ظهر الوجيع الغاري ومبارز عدت وعدت كاد لك مش من بعد الباري عاد مارس الزطراف زاد وشرب المباري لا تراسي مني تشوف كل شيء بالدواري لو حتعدت لك من البراك تسلم خلق سولتيني قبيل عنا عن طعام الغزل وعنها ياسر يا ولد احكي سابق قد ما نحكي هذا الكتير ما نحن كنا لك نحن لا تحكي عن عذاقك مزيان يقول خارج سمسار الليل علينا حس وقال عن ذاكر لحد الله الملك في طال احنا انا دار ويكري كنت من نهارات مصهان جانا والدار اللي افكي قالوا بيضا وملانا من البيوت تقد تسكن وتافق قاع معانا وني مشنا فيها لين ظن عنها لا هي ترضانا ورضات منها نتكن وانا لو كانت حانا يفهم عنه لقى عطار وانزل عالم مولانا ما نرضى كون بشوف دار شرح على خد فلان مشاهدينا في ختام الحلقة راجل إن شاء الله فتنات إعجابكم وشاكرين ضيوف كانوا معنا الفنانة الشابة ذات المتن قبي والأديب أحمد والنواه وسمحونا لا ضايقنا الوقت ساخذ الفقال حلقة توبو وشاكرين للترازة كاملين وجميع الفريق اللي اشتغل معنا منهم وشاكرين مولي ربع حفار والمخرج محمد الشنان وجمت الدراعات الدارة حلقة أخرى